مشاهدينا سنذهب الآن توني إلى موضوع مسرحي لليوم. فتعمل فرقة زقاق المسرحية منذ 11 عاما على حمل مشروع مواطني ملتزم في قلب المدينة، وذلك من خلال تأليف وإنتاج أعمال مسرحية جماعية تعالج قضايا أساسية مثل الجندرية والتمييز والعنف والتاريخ. للحديث أكثر عن زقاق وعملها الأخير الجواكر، نستقبل معنا في الاستوديو جنيد سري الدين، وهو ممثل ومخرج مسرحي وعضو في فرقة زقاق في فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور جنيد. زقاق، ليش زقاق؟ هل جاي شيء من الأزقة؟ خصوصا انتم بتتكلموا بلسان الشوارع والناس اللي بالشوارع. صحيح. فكره زقاق هي كفرقه مسرحيه تاسست بال 2006، ولما اسسنا الفرقه كان هدفنا انه نخلق شارع صغير، وزقاق هو المكان يلي هو الشارع يلي فيه يكون نافذ وغير نافذ لمكان ثاني، ولكن منه اوتوستراد، يعني الفرق انه منك رايح لتوصل على هدف واحد، بينما المسار بمشوارك بالزقاق لما بتسلم على أهل الحي وبتحكي مع الناس وبتتعاطى مع التفاصيل والإشكاليات اللي عم تعيشها الناس يلي ساكنة على طريقك، هي الأساس. منشان هيك زقاق اسمه زقاق. عم تتناولوا الزوايا، يعني نتناول الزوايا والتفاصيل والإشكاليات يلي لها علاقة بالأفراد ومجموع الناس والمجتمع. نعم. بلشتوا بال 2006، بدأتوا عملكم المسرحي 11 عاما، ما الذي تطور وأين أصبحتم الآن برأيك؟ لما بلشنا هالمشوار كان هدفنا أنه نقدر نخلق من المسرح مهنة مش بس هواية، وبالتالي نقدر كمان نكون قادرين نعيش من هيدي المهنة لنقدر نتفرغ للمسرح ونقدر نخلق تطور وبناء لعملنا المسرحي بالضبط، ونقدر نطور لغات مسرحية تواكب الإشكاليات الاجتماعية والفردية اللي لها علاقة فينا كمان كأفراد نحن. فعمليا بعد هذا المشوار الطويل قدرنا أنه نطور عدة أساليب وأشكال، وتناولنا عدة مواضيع مختلفة اجتماعية سياسية إنسانية، وقدرنا نوصل اليوم لأنه نفتح مقر ومركز ثقافي يلي هو مسرح، في مسرح صغير ومكان للتمرينات والتدريبات، ومكان مفتوح لكل الفنانين بلبنان، ومنستقبل فيه فنانين من برا. فعمليا هو مسرح علاجي، فيك تسميه مسرح علاجي للفن. واحدة من التقنيات يلي منستعملها المسرح العلاجي والمسرح الاجتماعي، يلي هي أسلوب وتقنية طورناها مع الوقت بالتدخلات بالمجال النفسي الاجتماعي بالمجتمع، وخاصة عند فئات المجتمع يلي بتعاني من تهميش معين. نستعمل المسرح كوسيلة يلي هي بتفتح مساحة منشان تقدر تساعد الأفراد على تطوير نمو عاطفي معين، نمو ذاتي عندهم بالضبط. بصير الفرد قادر يأخذ مواقف ومسؤولية قدام أفعاله. يعني العلاج جنيد بيكون أيضا من خلال كسر التابوهات، يعني الشخص يلاقي نفسه خارج أو بمعزل عن ضغط التابوهات، وهذا الشيء أنتم عم تقوموا فيه. ولكن إضافة لهالمهمة الإنسانية، في عندكم موقف سياسي، انتم بتعرفوا عن نفسكم بانه نحن مسرحنا موقف سياسي. صحيح. هالموقف قدام موضوعي. صحيح. هلا اول شيء بالنسبه لكسر التابويات، المسرح العلاجي تبعنا كمسرح علاجي منه هدفه يكسر التابويات، بالعكس هو بس بيفتح مساحه. انا بقصد هو كسر التابو بيعالج. صحيح. هلا بلنا بعملنا الفني نحن بادائنا المسرحي غير التدريبات بالمسرح العلاجي. صحيح نحن متناول كسر التابويات، لأنه برأينا كسر التابويات مش بس لنكسر محرمات ونكسر تابويات، بينما منشان نقدر نسائل ونخلي الجمهور والناس يسائلوا مسلمات معينة صرنا ناميين عليها وربينا عليها، وهذا الشيء الطريقة الوحيدة اللي بتخلي الفكر يكمل ويستمر ويقدر يتطور. صحيح. طريقة بتحرر. فمن هذه الناحية مسرحنا هو سياسي، لأنه مسرحنا هو مسرح بيطرح سؤال، وطرح السؤال هو بحد ذاته
عمل سياسي اليوم، لأنه معظم الأشياء اللي حوالينا بتجرب تخلق منا مستهلكين نجباء إذا بدك، لمجتمع يكون راضي وراضخ وبس عم يستهلك ويستهلك ويستهلك بلا ما يكون عم بفكر ويفعل. نعم، عملكم الأخير هو الجواكر، فنتحدث أكثر عن هذا العمل، فكرته وما الذي يميزه عن أعمالكم السابقة؟ الجواكر هو خطوة بأسلوب جديد نحن ما عاملينه من قبل، ومع كل عمل مسرح منجرب أسلوب كمان مختلف. من هون مسرحنا يمكن شوي تجريبي يعتبر. بهالعرض نحن عم نتناول موضوع أفراد معينين بالمجتمع، سميناهم الجواكر لأنه هن عادة بالمجتمع بيكونوا مثل كبوشة المحرقة بالمجتمع، مهمشين أيضا، مهمشين بينفوا من المجتمع، بينكبوا براته، وبصير المجتمع بكب عليه كل القذرات يلي جواته ليبري حاله ويبرئ نفسه وذاته من وجود هالأشياء عنده. فبالتالي معظم الأشخاص يلي بيعانوا من خيارات وانتماءات إن كانت جندرية معينة جنسية معينة، أو بيعانوا من تشوهات خلقية خلقية من المختلفين، صحيح المختلفين عن النمط السائد بالمجتمع، عادة بيكونوا كبوشة المحرقة، وبالتالي بيصيروا عرضة للمسخرة وللتهجم وللتهكم من قبل كل المحيط تبعهم. هذا الحس الإنساني برأيك جنيد هو اللي عطاكم أو اللي دفع شراك بحد ذاته أو جائزة شراك للسلام، أنه تعطيكم حالة، تعطيكم هالجائزة؟ صحيح، نحن أخذنا هذه الجائزة نتيجة شغلنا بالمجتمع، توظيفنا للمجتمع للمسرح بالمجتمع، وخاصة بجائزة شراك لعملنا مع اللاجئين، لأنه عندنا مسار طويل بالعمل مع مجموعات اللاجئين إن كان بلبنان وإن كان برا من 2006 وجاية. فأخذنا هذه الجائزة يلي هي انبسطنا فيها كتير، لأنه عملية بتجي تتويج ل مسيرة بالضبط، لمسيرة معينة وتقدير لجهد نعمل على سنين على سنين. بنيويورك كمان صحيح، جائزة تانية أخذناها الجمعية اليابانية للفن عطتكم جائزة أو كرمتكم. مزبوط، أخذنا الجائزة الإمبراطورية للفنانين الشباب بالعالم يلي هي بتقدمها مزبوط الجمعية اليابانية للفن، وتسلمناها بنيويورك كمان. نعم، وهيدي اجت كمان نتيجة مسارنا المسرحي كله ككل، مش بس بشغلنا. جنيد، تحدثت انه عملتم مع اللاجئين، شو المختلف بالعمل مع اللاجئين من العمل مع الناس اللي عايشين بأزقة ربما بيروت أو أزقة أي شارع بهذا العالم؟ نحن بشغلنا بشكل عام نتعاطى مع الفرد كحالة مختلفة مين ما كان يكون، فهذا هو الأسلوب بشغلنا النفسي الاجتماعي بتدخلات المسرحية النفسي الاجتماعي. عند اللاجئين، اللاجئ عم بيعاني من إعادة تموضع وحالة راهنة، منا هي من لا اندماج. بالضبط، لا اندماج ولا ثبات، وعلاقته بالزمن مختلفة وبالمكان مختلفة كليا. فعمليا المسرح بيكون عنده لما بتتدخل هو محطة لأنه يقدر يرجع يتذكر ويرجع يقدر يسائل كمان شخصيته وشخصانيته، لأنه اللاجئ عادة بيتنمط وبيصير وبيتهمش أيضاً. وبيتهمش أكيد، ويوصل للحظة في ينسى فردانيته. نعم، وينسى تفاصيل حياته اليومية اللي كان عايشها وإلى آخره وإلى آخره. للأسف جنيد أنه مسرحكم نخبوي، نحن بنتمنى هالمسرح يوصل لأكبر قدر من الناس. وعنا كتير من الأسئلة بس طبعاً للأسف ضيق وقتنا كمان. نحن نشكرك على حضورك جنيد، وكفوا بهالمسيرة. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. كيف ما فينا نحن ندعم على طريقتنا حبيبي. وبحب انه اعزمكم على الافتتاح تبع استوديو زقاق الجديد يلي هو اليوم عشيه الساعه 8 بالكارانتينا بيروت. متشرف جنيد. جنيد سري الدين، ممثل ومخرج مسرحي وعضو في فرقه زقاق، نشكرك على حضورك.